جهد كبير النهارده. استاذ محمد اذا كان اتفضل. مساء الخير استاذ الناصر، يعني يمكن في مفاجاه بالنسبه لي لسه لحد دلوقتي جايبها. يعني في 3 لجان قدرت ان انا احصل عليهم، تفوق ملحوظ للمهندس فرج عامر. لو هقول معاك النتائج كده، لجنه 8 يا استاذ عبد الناصر. لجنه 8. لحظه يا محمد هاخد منك ال3 لجان الجداد، وبعد كده اعمل لي اجمالي للجان مره تانيه. حاضر يا استاذ عبد الناصر. لا، لجنه 8، 3 لجان جداد. تفوق للمهندس فرج عامر. لجنة 8، محمد فرج عامر كام؟ 120 صوت. 120 صوت محمد فرج عامر. 74 صوت. 74 صوت وليد عرفات. 120 فرج عامر، 74 وليد عرفات. ده أكبر رقم فارق لفرج عامر لغاية دلوقتي. اللجنة اللي بعدها أستاذ عبد الناصر، دي اكتساح أيضا، 135 صوت للمهندس فرج عامر. لجنة كام يا محمد؟ لجنة كام يا ابني؟ لجنة تسعة يا شباب. 135 صوت. 135 صوت فرج عامر مقابل 90 صوت للأستاذ وليد عرفات. 90 صوت وليد عرفات، 135 فرج عامر، 90 صوت وليد عرفات، الفرق 45 صوت. بالظبط. وده ياخد بالك يا استاذ عبد الناصر، واللجنه اللي بعديه ال3 لجان دول، يعني انا حسبتها كده بمجموع اللجان، في تفوق للمهندس فرج عامر في مجموع اللجان اللي معانا لحد دلوقتي. اتفضل. لجنه 10. لجنه 10. 120 صوت المهندس فرج عامر. 120 صوت محمد فرج عامر. 101 صوت الاستاذ وليد عرفات. 120 صوت فرج عامر، 101 وليد عرفات. بالظبط يا استاذ عبد الناصر، ال3 لجان دول حسبنا الفرق فيهم ما يقارب 90 صوت. ال3 لجان دول. طيب. المهندس فرج عامر، وده بيرجعه للمنافسه بقوه في اللجان الماضيه. طيب احنا كده كان معانا 28 وادي 3، 31 لجنه. اتفضل معانا نراجع ال 31، اتفضل يا محمد. يلا بينا يا استاذ عبد الناصر، هنبدا باللجنه رقم، هنبدا من الاول خالص يا استاذ عبد الناصر. هو مفيش حد يجيب لي انفون يا محمد يعني؟ ايه؟ لحظة، اصل انا عايز ينسون يعني، مش معقول يعني. اتفضل يا محمد. هنبدا بلجنة 92 يا استاذ عبد الناصر، المهندس فرج عامل 78 صوت. اتفضل سامعك. طب انا هرجع اجيب اللجان كلها من اول اللجان كلها. تمام يا استاذنا، مع حضرتك. لجنة 92. اتفضل. 78 فرج عامر، 81 وليد عرفات. اللي بعده لجنة 94، 66 فرج عامر، 55 وليد عرفات. اللي بعده لجنة 100، 76 فرج عامر، 69 وليد عرفات. اللي بعده لجنة 93، 75 فرج عامر، 64 وليد عرفات. اللي بعده 82، 79 فرج عامر، 84 وليد عرفات. اللي بعده 91، لجنة 91، 86 فرج عامر، 66 وليد عرفات. اللي بعده 81، 101 فرج عامر، 96 وليد عرفات. اللي بعده 64، 92 فرج عامر، 97 وليد عرفات. اللي بعده 66، 80 فرج عامر، 141 صوت الاستاذ وليد عرفات. اللي بعده 52، 74 فرج عامر، 126 وليد عرفات. اللي بعده 72، 111 فرج عامر، 134 وليد عرفات. اللي بعده 54، 99 فرج عامر، 103 وليد عرفات. اللي بعده 74، 95 فرج عامر، 99 وليد عرفات.
اللي بعده 58 91 فرج عامر 134 وليد عرفات. اللي بعده 76 82 فرج عامر 96 وليد عرفات. اللي بعده 84 82 فرج عامر 113 صوت وليد عرفات. تمام. اللي بعده لجنة واحد 106 فرج عامر. ايوه. 92 وليد عرفات. تمام. لجنة 13 139 فرج عامر 131 وليد عرفات. لا عيدها تاني دي. لجنة 13 139 فرج عامر 131 وليد عرفات. تمام. 3 لجنة اتساح للمهندس فرج عامر 117 صوت مقابل 77 صوت الأستاذ وليد عرفات. تمام. لجنة 8 اتساح للمهندس فرج عامر 120 صوت مقابل 74 صوت للأستاذ وليد عرفات. تمام. لجنة 9 اتساح للمهندس فرج عامر 135 صوت مقابل 90 صوت. بلاش اكتساع عشان هنا الاعضاء حساسين جدا وبيقول لك احنا في كرنفال بلاش اكتساع قول تفوق. لا انا بقول اكتساع في اللجنه ما هو ده بس لو ماله يعني هم الاعضاء قابلوني ويعني خلينا نحترم رغبتهم ونخلي لهم الدنيا حلوه زي ما هم عايزين. بالفعل يا استاذ نصر وده دايما هدفنا. لجنه 10 120 صوت فرج عامر 101 وليد عرفات. احنا كده كام لجنه يا محمد؟ انا والله ما عدتهمش يا عبد الناصر بس خليك طبعا. عد على الهوا عد على الهوا مع الناس عايش الناس في الاجواء. عد على الهوا 22 لجنه معانا يا عبد الناصر. 22 انا كنت حاسبهم 28. لا 22 لجنة معانا ولسه يعني في لجان توزعت ولكن كان في تجديد شديد عليها ما يعني. طب لو سمحت يا ريت الاستاذ محمد الجزار يجيب لنا العضويه يعني يا ريت نقسم الشغل مع بعضينا بس يعني الناس مستاءة ان احنا مش عارفين نجيب ارقام من العضويات يا جماعه. انا جوه اللجان في عبد الناصر بجيب كل نتيجه التصويت. انا عارف انت مركز انا عارف انك مركز مع الرئاسه. حد يكلم الاستاذ محمد الجزار يجيب لنا العضويه يا جماعه. الرئاسه ساخنه جدا يا محمد وبشكرك على كل اللي بالفعل يا عبد الناصر هو ده الحدث الاهم وكل كله منتظر هنا منصب الكرسي الرئيس مين هيكون فيه. طيب بالنسبه للنائب هل هناك جديد؟ دكتور عمر الغنيم هو مكتسح في كل اللجان الصادمه. طيب تحت السن خلاص زي ما احنا قلنا. دكتور مهنور سابق. طيب سأعود إليك مرة أخرى.